صباح الورد، صباح الفل، صباح اليتامين، صباح الحب. هناك العادة في برنامج نهار الكازين يباع الحب خلسة وجهرا صباحا مساء ويوم الأحد. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة. أي عاد ينسي اللي قاعدين تفرجوا فينا توا الصباح، ولا اللي غادسين بطبيعة في الحوسة دونك يتفرجوا فينا العشية، حتى قوة لإعادة الأربعة متاع العشية. شنو يحويكم على الحوسة الدوارة؟ شنو تعملوا نهار الأولاني؟ شنو هي الماكلة اللي طيبوها بعد ما تكمل الحوسة نتاعكم؟ مقلية، كسي، بو، احنا كل بلاد ورتالها، كل ولاية شنو تعمل عاداتها. المهم ديما نركز ديما الزيارات العائلية، الروابط الأسرية، حتى مساج كي نفكروا بعضنا فقط في المناسبات. مش لازم وقت اللي تمشي بحذاء، مثال عمك عندك خمسة شهور ما ريتوش يقول لك جيتني توا في العيد، بربي الكلمه هذيك نحيوها في العيد، خاصه اول عيد وثاني عيد. ما سيرش نرحبوا ببعضنا، نفحوا بعضنا، نضيفوا بعضنا، راهي والله صدقوني ما دايما حتى واحد، ديما ربي يحن قلوب لبعضكم. ريحه الشق والديد والجاوي والبخور بالطبيعه جيتنا من القروين مع الشيف اللي نحبوا برشا، الشيف رؤوف. مرحبا شيف. مرحبا بك سميه، صلاه عيدك مبروك. نحويلك والله الحمد لله لاباس، صلاه عيدك مبروك. انا حاضره، كيفك ديجا؟ ما تعرف توا اليوم عيد، الناس الكل تلقاها توا غاسه في الحوسه نتاع العلوش والكل، فما شكون يكسروا مثل فما قبل نعرف فما شكون يبيتوه يكسروه من غدوه، وفما شكون نهارتها معناها يكملوه ويخبيوه الكل يعملوا. انتم كيفاش عاداتكم في القروين؟ بالنسبه لنا احنا عادتنا في القروين نبدأ تقريبا الصباح، معناتها صباح بكري بعد خاطر ديما اهالي القروين يروحوا معناتها يمشيوا للجامع الكبير يصليوا صلاه العيد، ومن بعد صلاه العيد يروحوا معناتها يعيدوا العباد، معناتها بالطبيعه الصغار باش يعيدوا على الكبار، ومن بعد هذاك يجي معناتها الجزار، كان عندهم قريبهم جزار يدور على العائله. انا جزار شايف شنو؟ خط احمر وين قالوا جزار؟ لا جزار لا حد شيء، اسمع الرجال اللي قاعد تفرج فينا شنو هو؟ لا جزار لا تجيب جزار ب 50000 لا حد شيء. وحدكم وحدكم تشدوا العلوش و كل شيء. الاولاد شنو هوني؟ مرقلين، احنا نسجلوا نهار الاربعاء، جزاره تجيبوا جزاره بحق، ما تجيب جزاره. هي ماشي شكون مخرج؟ قال لي مخرج السيد المخرج راس القبي ذا وحدك كل شيء وحده يا ولدي، يعرف وحده فما اللي يجي. لا 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 لا، نحب هكا الراجل العربي هكايا نهار العيد فهمني ولا يعمل بون، علاش لابسه كونتون فاصلكم بعد نقول احنا يشمع دريع وهكا وهكا ويمشي يذبح يذبح العلوش ويقصه ويقطعه بالطبيعه. هذا هو كيما كنا نهار الاولاني عاد توا برشا تقول هكا يبدا عندها العيد اول عيد هكايا في دار حميتها، تقوم الصبيح تقعد تزين وتقد وكل شيء باهي، نزين ونقد الكل ونوريو هكايا رواحنا شنو نجمو نعملو في الدوارة. كيما انا توا لابسة الكون اللي انا باش نورمالمون نغسل الدوارة الحق صدقني. يقول لك يقول لك مثل يقول لك اللي ما تعرفش تغربل الكشكارة ولا تعصب الدوارة ما خذتها في ولد الناس خسارة. الله 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 شنو هو شايف توا؟ علاش هذاك مثل لازم اللي باش تعرس لازم تكون تعرف تعصب العصب. هذاك هو هذاك كيما قال الشيف ولا راهو أنا هو قال هكا المثل نتاعو هذايا ما خذتها في ولد الناس خسارة. ليه بالعكس، أنا نقول لكم بالعكس، تزوجوا عن حب، تزوجوا عن ود، تزوجوا عن علاقة طيبة، إيه سختوا الحب على خاطر، ركز فيها يا مراد هذايا، على خاطر المحاكم قد سئمت من قضايا الطلاق، وإلا ركز فيها هذايا تتهمك مراد. تزوجوا عن حب باش تطلقوا من بعد بالتراضي، فهمت؟ تخش المحامين الكل هذه معلومه مهمه برشا، عرسوا على حب باش من بعد تطلق بالتراضي كل شيء. ثم ثم كان الفرحه والزواج بالعكس ثم نطلق العيد ما تعرف في دوار بون. خل نخيط انا هاك هاك، انا حاضره سيدي المخرج. اي هاك جبنا الخيط، واش بيه خشين هكا الخيط باش نعملوا بيه؟ هذاك الخيط قبل سميه نحب نقول معناتها السادة المشاهدين اللي قاعدين يشوفوا هذا الخيط، معناتها كان خيط فيليتو اللي استعملوه ولا خيطها شكون اللي استعملوا به الزربيه، كانوا يعصبوا به العصبانه، تو تطورت الامور معناتها لكتوا به ولاو يعملوها بالخيط السوري، فما شكون يستعمل الخيط هذا معناتها؟ اعطي واحد باش نعمل الخيط من بعد يتنحى اكيد الخيط باش يتنحى. قبل ما نبداو نحب نغني لك اغنيه الكبش يدور، انت بكري تقول لهم حطوا لي اغنيه الكبش يدور نغنيوها مع بعضنا. هاي برا ترخى كبش يدور
يدور الكبش يدور وجرونه نطاحة، يا ززار ويا عمار اذبحوا بالراحة. غني معي عادي، خليتني وحدي سمية، عيب عليك. انا 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 صوت مزعج كلاسيكي زكيل بدل الميسيون. حب اسلم مشاهديني صوت الملائكي. والله والله ملائكي، وانا من هذه سميتني صوت ملائكي، وانا مقرب سيزون كامله يا ملائكي. باش انا لبست الجون هذه باش نخيط، بنحب نخيط والله، لا خيطت حتى مره في حياتي عصبين. لا نغسل دوارة ولا نخيط، أول مرة باش نخيط، نحب نخيط شيء. اسمعني، خلنا ركزوا معايا، لو ركز معايا معتز ولا مهدي، أنا باش نحشي هذه موحدي ونخيطها. حطي الإبرة شي. باش من غير إبرة، أخذي سمية باش نعمل بالضبط، باش نوريك الطريقة، تاخذ كيفياني بالضبط، هات هذيك هذيك ردة يجي بعد، يجي حذايا من هنا. باش نخيطوا مات. باش نخيطوا، مش كفتوها بالخيط، هذه الطريقة، اقرب لي هنا شوية، يجي حذايا، حط حلي. نشارككم في الزيتة؟ الأجواء، لا حل إيدك اليمين هكا، ولا حل إيدك اليمين صافا. هكا لم هكا شويه. هكا هذه الامبيونس نتاعنا جاوبتكم اكيد توا نسير قاعدين يفرجوا فينا، قاعدين حاطين تلج يفرجوا فينا ركازين ويلعبوا في الحوسه نتاعهم. دونك مع مهدي انا تحط توا شويه فارس كيما هكا، معناتها باش تحط والفارس خلينا نقولوا ماشي كاونتر، بما انه الروز مقطوع تنجموا تعملوا شربه راهو فهمني. لا تعملوا يعني مش شربه، لا يحطوا فيها برغل. احنا بالنسبه لنا في القروان نحطوا معناتها الروز، فما في مناطق اخرى في الجمهوريه يعملوا البرغل. يجي فيها مكوناتها شنو هي بالنسبه للمكونات فيها؟ معناتها بالطبيعه الدوره نتاعنا باش تغسلوها بالطريقه المعتاده، تغسلوها بالباهي، تقلبوها معناتها تنظفوها بالباهي. هات هات ابره وحكي شيء. لا مش بالابره، مش بالروز الشمال. فوالا توا مش تحط تزيد تزيد تحط شويه. قلت لكم اول مره نعمل عصبه. تحط شويه من الفارس. هذه باش ناكلها لشكون هذا؟ شكون الاولاد شكل عصبين نتاعي؟ ياك تخافوش الاولاد شكون شكلها عصبين؟ اسمع مهدي انت سي بون على راسك وشاي، ناكلوها المعتز هذه، خلينا ناكلوها المعتز. معتز. زفه سميه حطها. معتز باش كذا بخيوط يا معتز مشيت. اوكي ماماتك تتفرج فيك نار حد. اي خلفينا لفينا. شوف بالخيط هكا. مش ابره مش حتى لا لا بلاش هي تخلف وحدي. هي برا احكي احكي كل المكونات انا نلف. بالنسبه للمكونات سيدي المخزن ركز معي شو كل لفه شو كل بالنسبه للمكونات نتاع العصبانه بالطبيعه مش تنظفها العصبانه بالباهي، فيها تقصوا الكبده والقلب والريه والبصر، تقصوا شويه معناتها القلب شويه كبده، قصوا شويه معناتها اللي قصوا مجويدين تفوحوهم بتابل فلفل احمر ربح كركم زيد شويه ثوم، تحطوا شويه روز سينو، فما مناطق يحطوا فيها يا زيد. والله ما عاد قال الكوبا كملتها. لا لا زيد زيد باش ما باش ما تفتقش بعد، باش ما تتحلش. يعني برا سي بو امريكا توا هذه. حطوا حمص تفوحوها شويه فلفل الاحمر، زيدوا شويه زيت. بالنسبه للكبالي إيه نحب نفهم يعني خلي اغزل يوم. حكيت العصبين كليتها كلي العصبين بخيتها. وين ما سخت حويجي ظهر لي. الله عليك. برا برا. معناه ما تعرف التاريخ وكل شيء. علاش نقولوا معناتها واحدة كيفاش تحب واحد معناتها تحب تتزوج به، والا معناتها وهو مثلا نقولوا احنا مش حابب ما يحبهاش ولا ما عينوش فيها ولا حاجة، تحاول باش تستضيفه في الدار، والا توقع عصبانة العصبانة تحط له فيها معناتها ما نعرفش ديزاستيس يقولوهم يحكيهم ما نعرفش كوم كوا باش تجلبوا لها باش هو معناتها يتزوج بهذيا الحكاية نعرف. ديك ها ولا نعاود نذكرهم بالمكونات نتاع العصبانه سميه، خاطر السادة المشاهدين فما الناس اللي ما تعرفش العصبانه بالضبط. احنا قلنا مش نصفوا العصبانه نتاعنا، نصفوها بالباهي بالباهي بالمسخون، سينو نحكوها بالملح باش تتقرقش بالباهي، نصفوها من بعد نستقطروها، نقصوا كل الريه الكبده القلب شويه معناتها الفحته هذيك، نقصوا شويه من المصار، نقصوهم جويدين نقصوهم جويدين على الاخر، ومن بعد نضيفوا لهم التوابل معناتها تابل وكرويه وثوم نهرسوه بشويه ملح، زيت ثوم نحطوا لها تقريبا راسين ثوم، نحطوا لها شويه نعناع، شويه كركم، نحطوا شويه روز، فما مناطق من الجمهوريه ما يحطوش الروز يحطوا برغل، نحطوا تقريبا كاس روز، نحطوا فيها حمص منفخ، نخلطوهم المكونات الكل مع بعضهم، كان العصبانه معناتها ظريفه، نحطوا فيها تقريبا اربع ربطات معدنوس وربطه سلق، كان العصبانه كبيره شويه معناتها الكونتيتي، نحطوا من خمسه لسته ربطات معدنوس وربطتين سلق، نقصوهم معناتها جويدين، نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، نضيفوا لهم شويه زيت زيتونه، ندعكوها بالباهي باش تفشفش معناتها خاطر يظهر يفشفش باش تنقص معناتها باش الفوليوم نتاعها ينقص، بعد نعصبوا العصبانه نتاعنا كما وريناكم الطريقه، سينو هي العصبانه فيها البوبنيت وفيها البوبنيت الصغير. حلقه وفيت شكرا. هذيك هي الفرصه، خلينا نكمل لهم يا سميه، وهذيك البوبنيت الصغير والبوبنيت الكبير هذوك يتخيطوا بالخيط، بعد نوريهم المراحل. البوبنيت الصغير هذاك هو اللي يتخيط بالخيط، والبوبنيت الكبير وفما كل القوفيت حماتي هذيك تتخيط.
واللي ما تعرفش تغسلها مخبتها في رجاء في رجاء في ليد اللي ما تعرفش تعصب الدوار ليه هذيك فما وحده يغسلوها وكل وفي تحميد فهمت شنو مسميت حبيه هيت نعمل كسكسي شايف دونك باش نعمل كسكسي اليوم محلاه اليوم السيرفيس اللي جبته لنا شايف يعطيك الصحه من جيتنا شايف من قروينا يعطيك الصحه دونك الامبيونس نتاعنا هيك القرع فما كما قلت لكم كل ولايات كل بلاد وقتها فما شكون يعمل نهار الاول يعمل كسكسي فما شكون تبدا عروسه جديده تهز لدار امها كي تمشي بحذا امها وابوها تهزوا يهزوا معناها كسكسي فما شكون يطيبوا مرقه فما شكون يعملوا قليه هو نورمالمون نهار العيد معناتها سميه احنا عندنا في القربان معناتها اول حاجه يشوي فما شكون يحب يشوي اللحم على الفحم وفما شكون يشوي على معناتها على الكانون والا يشوي معناتها على الغاز الاكثر يحبوا محبذ يشوي على الكانون صحيا خير مع هذاك الفطور مع العشرة نقولوا احنا نتاع الصباح يعملوا شوية سيترون معناتها ديما تعرف المناظرة هو بعد شكون حاضر معنا اخصائي التغذية المناظرة نهار العيد والعصبانة ديما معناتها نقولوا احنا بعد الفطور ياكلوها العشية مع الأربعة كيكة فما شكون يعمل قلاية ولا يعمل كباب هذاك بالنسبة للعشية يعملوا قلاية ولا كباب للعشية سينو فما شكون يعمل جوست ننصحوا أمان راهو ماذا بينا كي باش تشوي اللحم للطول معناه باش تلصقوا على الفحم طول راهو خايب على الاخر ومخطر على الاخر معناه ماذا بينا ردوا بينا راهو ردوا بينا هو صحيح مره في الفيل نعملوها مي ردوا بينا معناه ماذا بينا كونتيتي صغيره كهو على خاطر بالطبيعة من بعد معنا اخصائي تاخذ التنسيد ونسالوها اما راهو المعلومه اللي نعرف انه راهو اختير برشا به شايف انا خليك توا طيب القصه نتاعك نمشي نستقبل ضيفتي ورجعنا لكم جينا بحذاش الشيف رؤوف اللي طيب لنا اليوم كسكسي هكايا بالعصبين كيما التوانسه الكل نتصور الناس كل نهار العيد فما شكون يطيب كسكسي بالعصبين ما نتصورش ما يخلطش على العصبين لكن يعمل العصبين يعمل قديد شايف تعمل قديد؟ الوالده تعمل قديد اعطينا كيفاش نعمل قديد يلا بالنسبه للقديد ياخذوا كوبويت الجده هكا الصغار ما يعرفوش قديد ياخذوا معناتها اللحم الضلوع هذوك الضلوع نتاع العلوس يحطوا لهم الملح مثلا كيلو تقريبا تحط له تقريبا رطل الملح وتبيتوا في الرمح الملح والثوم وربح وثوم معناتها الملح يبات ليله كامله جوست الصباح يشلوه شويه مش معناتها برشا يشلوه شويه جوست تنحي منه شويه الملح ومن بعد فرحوه تابل تابل وكرويه وهريسه وفلفل احمر شويه نعناع شايح وشويه زيت ويخليه يشيح في الظل معناتها يقعد يشيح اسبوع ولا اسبوعين بلاصه هو يا اما سخونه اما مش في الشمس خفيف تحط في الشمس معناتها ينتن نقولوا نحن بلغتنا نخت ومن بعد يجي شو يصب عليه الزيت ويتجيش معناتها يتشكشك في الزيت وبعد يخبيوه معناتها في القوابي فخار وشنو فما الشحام شكون يعمل الشحام ويقليه بالزيت هكا نو فما حاجه هي ذيك معناتها اللي هذيك نتاع العلوش يقصوها في شكل شرائط هكا معناتها يقصوها في شكل سلسله معناتها هكا وكما قلت لك يحطوا يرقدوها في الملح والثوم ومن بعد يفوحوها وينشروها بعد يجيشوها نقولوا احنا هي قاتجيش القديده فوالا دونك حكينا شويه على القديده عندنا طريقه اخرى يعملوا العصبان الغاوي زاد في القروان يقصوا العصبان الغاوي العصبان هذي شنو بالضبط العصبان الغاوي هي العصبان نتاعنا هذي اللي حضرناها هما يشيحوها معناتها الكل المصارن والكبده والقلب والكل يشيحوهم ومن بعد يقصوهم جويدين ويفوحوهم بالطبيعه هما مش يشيحهم مفوحين بالتوابل اللي ذكرناهم بعد ما يشيحوا يقصوهم جويدين والكرشه هذيك ينفخوها في شويه ماء بعد ما يشيحوها فهم بعد يحطوا شويه كونتيتي ويخيطوها كيما العقد تحسها كاين عقد يعلقوه سما عصبان غاو في شكل تقريبا يقول لي خلينا نحكي انا كعبه اوفال هكا انت حكيت على قوين هات نحكي مع الشيف روف والله نحكي كي كعبة الزوزة هكا ما نحكي الجمل اللي بيحكي هو كل شيء روح شيء ثاني صلي على النبي ما شاء الله ايوه ايوه انا هو المقدمه باش نحكي لكم شويه على العصبين اللي نعملوه احنا في الجنوب التونسي يمكن يعملوها الجريبه مدنيين تطاوين غمراسن قدم لكم تحيه الناس الكل دونك ناخذوا كل شو اسمه هذيك الكرشه الكرشه نتاع العصبانه قول لي زميلتي ايمان بالريش ما عادش تتكلم كيما تعرفش ليه بالعكس نعرف ناخذ الكرشه هذيك وناخذ الشحم نتاع ليا ونقصوا ركز معايا مهدي اعملها في دارك بينا على الاخر الشحم هذيك تقص شويه وتقص شويه من الكرشه هذيك صغيره وتعملها تعمل فيها الشحمه هذيك والله ما تهز مركز تعمل فيها الشحمه والمسرة تدور هكايا وتسكرها
وتعمل برشا هكايا وتشيحها. فهمتك، انت تحكي على طريقه مش تحط شويه الكرشه تقصها جويده وتقصها ليه وتلكفتها بزيد مصران، مصران اكثر. شفت هذاك احنا مثال نسميوه برشا فاح، احنا نسميوه في المدينه هذاك نسميوه عصبان، هذاك هو العصبان. العصبان هذا، وفما شكون يسمي العصبان الجويد هذا. تبدا كعبوره صغيره 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 صغيره، توا كان عملته الوالده نوريه لكم كيفاش بالضبط. فهمني، كان في تصويره حتى على جوجل، تنحط لكم تصويره تشوفوها بالضبط العصبان يحكي عليه. يلا شيف، قلت عندك شكون في الحصه تحب تهدي له اغنيه؟ والله من خلال الحصه نحب نهدي تحيه الأخت الاخت نعيمه العبيدي في الحج، نقول ان شاء الله حج مبرور هي والساده. نمدكم ولنشهيكم، نمدكم ولنشهيكم. ونسب كل اللي في الحج والعمره ونقول لهم ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، ونحب نغني لهم اغنيه هكا ما يسالش. غني غني شيف اليوم ما قالكش تحب يغني، غني شيف. نهار عيد نعملوا جو. برنامج مواهب يلا. يا سعد من زار النبي ومشى له، يا سعد من زار النبي ومشى له، بالزاد والرحلات ورزقه حلالة. يا سعد من زار النبي يوفي عرفات، مسك الضحية وضحى مع السادات، واسمع الخطبة وسالت له الدمعات، والقلب شوق والدمعة هما. يا سعد من زار النبي. وي يعني نعرف نزار دونك فوالا. ميرسي شيف، قداش محليك وقداش نحبك اليوم، جيتنا في اللون الاصفر اللون الجو بعيد وعيدي. اي اما نحن ما نزوش على اغنيه كبش اغنيه نعمل الليلة عيد. الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد، فرحة فرحة والعمر جديد، ربي يتم علينا أفراحنا يلا، ويجمع شملنا سنة وسنة في ليلة زينة يتم الهنا، والليلة الليلة 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 عيد. برافو برافو، تسويق جمهور تسويق جمهور، نعطيو حي وحي الشيف رؤوف هذا، باش نبعثو ستار اكاديمي تاع فرنسا كي ديجا قاعد يتعدى تو، فهمني ولا باش نبعثك لفرنسا. ابون ايميسيون واو بالحق، استراك في فرنسا قاعد تتعدى توا ياسر مانيفيك، دونك نبعثك لفرنسا تغني لهم هذه بحول الله. المقامات كل ضايعين، الصوت كله ضايع، الدخله ضايعه، البدايه ضايعه. ما شاء الله، سقينا الكسكسي يلا. لا مش باش نسقيه في الماء، الكسكسي توا ثنيته بشويه، ماء تقريب كاس ماء دوراليكس، باش نرجعوا الكسكسي فور. اون اتوندو معناتها العصبان يطيب، على خاطر مازال العصبان ما طابش، العصبان مازالكم طيبوه تقريب مده ساعه ونص، ساعه غير ربع، ساعتين غير ربع تقريب باش يطيب، وظل العصبان مهب ويجي بنين. تو باش نرمي القراع، قرينا قرينا الفلفل بعد باش نزينوا بهم الكسكسي، تو باش نرمي القراع ونرجع الكسكسي الكسكسي ونخليه فور، بعد تشوفوه على طبقة الكسكسي. والخيط وقتاش تنحى؟ الخيط هذاك مش تاكلوا بخيطه اليوم. تحب تغني اغنيه اخرى شايفه؟ شنو تحب؟ ما سهلش راه. شنو تحب نغني لك؟ نغني لك اللي تحب انت. والليلة عيد. لحظة لحظة. تعطيني مقام شو لحظة. هذه اغنية ام كلثوم عاد تسيب عليهم، شنو؟ لا 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 خلينا نسيب. اغنية ام كلثوم. خلي نبعث الفينيشة. باهي. اعمل هكا تيست واعمل هكا. اوكي. مقامات ودخلات وخرجات. باهي. ام كلثوم لا. ما تجرشوش على المراحيم لا ربي يرحم. خلينا في الاحياء الذين يرزقون. باهي مري صحيح. نمشيو بالطبيعه نكملوا حصتنا لتوا، ان شاء الله تكونوا الساده مشاهدينا احنا هاكا نحاولوا معناها نعطيكم صوت جميل واغنيات مزيانين، ان شاء الله تكونوا ما تقلقتوش. كان السو شيف رؤوف ما عجبكمش ما نساش ابعث لكم كومنتات قول ما عجبنيش. على اللي يغنيوا خير مني في الترجمه، شو الكل خير مني، فما كعبيد هكا خير مني، فما اللي ما عاد تحبش تبدل القلم تغني تغني قابل كل شيء نورمال. ولا احنا مازلنا مواصلين معكم، مرحبا. وصلنا لختام حصتنا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. بالطبيعه اليوم طردنا الضيوف كلها وكروح، وقلنا الكوجينه راهو مازال الكسكسي ما حضرش. بالطبيعه باش ناكلوا كسكسي وحدنا انا والشيف رؤوف كهو، بالطبيعه باقي الزملاء، على خاطر بالحق نودكم ونشهيكم الريحه بنينه كما قاعدين تراو في العصبين والعظم والقرون في الفلاكيه، بدوا هكا شيف برافو.
عايش. شفت حتى طيبت حاجة واحدة لكن كانت كافية. مش الفايدة في الكثرة، الفايدة في حاجة بنينة وتكون معجبة. حتى الكثرة بيني ساعات الكثرة وقلت البركة طيب برشا برشا بماكلة معسة، ما بالي حاجة بنينة تعبي منها كرشك الباهي الباهي. والحاجة الباهية شوفوا البن وشوفوا الحاس نتاع القروة، هذيك فلوكة الحاس نتاع القروة. فلوكة هذه اسمها؟ اسمها فلوكة اي. تخي بيان تخي بيان. والمبخرة هذه خاطر حاطينها البخور قبيلة تحسني شايف تعبتها. بسم الله عليك. كهوة كهوة فوالا دونك نخليك من الخدام شايف احكي لنا شوية على الكسي هذايا. حضرنا لكم كسي بالعصبان، كسي العيد بالعصبان العيد، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله تونس ورئيسا وحكومة وشعبا الكل حيين بخير، إن شاء الله نعيد عليكم بالخير والبركة. نسلم عليكم برشا، ان شاء الله الناس الكل فرحانين. حاب نمر تعطينا نمر شاف يتواصلوا معك في عرس في اي مناسبه؟ رقم 22 190 273 شاف رعوف، مرحبا بالناس الكل. شكرا لك شاف، يعطيك الف صحه، نورتني بالحق. كوست اليوم زملائي ذو اليوم شنو ودكم؟ اللي خدم حلقه اليوم راهو حميت راضي عليه، والدينا راضيين عليه، دونك مكرم بالطبيعه من بعد البن راهو ما نعرفش ما يكفيش يظل ايميل كوستي كافي. حاب نشكر سنتر مرباي بإيمان السحبيني على الشعر كيف كيف، الإخراج لسعد القبي، معتز مهدي، مكرم، إيمان بالريش، مراد، ماهر، تقريبا لأولاد الكل ميرسي بوكو. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ربي يحييكم لأمثالكم، إن شاء الله يا ربي يعطيكم برشا فلوس. نعم برشا فلوس، الدعوة الصالحة حاليا في الأوقات هذه، يا ربي يعطينا الخير ويعطينا الفلوس. إن شاء الله كل عام وأنتم صحة الدم وطول البصر بل الفلوس. والله والله حتى الفلوس شايف ما عندك ما تقول فيها. نحب نشكر كيف كيف في المونتاج كريمة الريحي، شهية طيب الناس الكل، باي باي تشاو، عيدكم مبروك كل عام وأنتم حيين ألف خير، باي باي تشاو باي.